أهلا بكم. تعادل نادي الزمالك إيجابيا 2-2 مع غريمه التقليدي النادي الأهلي في المباراة المؤجلة من الأسبوع 20 من الدوري المصري 2021-2022، واللي أقيمت مساء الأحد الماضي 19 يونيو الجاري، ويستعد حاليا لمواجهة البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة 22. فما موعد هذا اللقاء وما هي القنوات الناقلة ومن يتولى التعليق على هذه المباراة؟ قبل ما نعرف كل تفاصيل هذه المباراة، خلونا نشترك في القناة ونفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل جديد من الفيديوهات، ونعمل لايك وشير للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من الجمهور، ونستمر في نشر المزيد من الفيديوهات بدعمكم لينا. ويلا بينا نبدأ الفيديو. يأمل الفارس الأبيض في مواصلة النتائج الإيجابية ومحافظته على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، وبالتالي لم يفرط في الثلاث نقاط أمام البنك الأهلي. ويعتلي الزمالك قمة ترتيب الدوري المصري موسم 2021-2022 حتى الآن ب45 نقطة من 21 لقاء، فاز في 14 وتعادل في 3 مباريات وهزم خلال 4 مواجهات أخرى. في المقابل يسعى البنك الأهلي لحصد نقاط المباراة الثلاث من أجل التقدم نحو المربع الذهبي، ويتواجد البنك الأهلي في المركز السابع ب30 نقطة جمعهم خلال 21 جولة، حيث حقق الانتصار في 7 لقاءات وحل التعادل خلال 9 مباريات وتلقى الهزيمة في 5 آخرين. ومن المقرر أن يلتقي الزمالك في 7 بتوقيت القاهرة، 8 بتوقيت مكة المكرمة من مساء غد الأربعاء مع نظيره البنك الأهلي، وذلك في إطار مباريات الجولة 22 من الدوري المصري 2021-2022. وسيتم نقل هذه المباراة عبر شاشة اون تايم سبورتس 2 بصوت المعلق بلال أحمد علام. كنت معكم حياة رمضان، أشوفكم في فيديو جديد. باي باي.